أنا كطبيبة أطفال دكتور مليل تنصح بالنسبة للأطفال شنو نقدروا ننصحوا الآباء والأمهات لوليداتهم باش نحميهم من فيروس كورونا؟ أولا الأطفال الإصابة ديالهم ستكون هي الأبحاث والدراسة حتى الآن حسب الحالة الوبائية اللي كاينة في العالم أن الأطفال ما هماش متضررين بهذا الفيروس كورونا، حالة هما كينقلوا ولكن ما كيمرضوش، ولكن الوليدات اللي عندهم أمراض مزمنة بحال القلب بحال المشاكل التنفسية المزمنة ضروري نحميوهم بهذاك النصائح اللي قلنا كيفاش غندخلوا وما ندخلوش معنا الفيروس للبيت. وهذه فرصة من وليداتنا جالسين معنا باش نعطيهم ما يحتاجون من حب وحنان. الأمهات والآباء مشغولين، كانوا هاد الأيام مشغولين بالعمل ديالهم، مشغولين بمسائل اللي هي طبيعية الحياة العادية، ودابا في الدار وجالسين مع وليداتهم. دونك نفسروا لهاد الوليدات جوج الحوايج مهمة، أن احنا ماشي جالسين خايفين من الفيروس، نو احنا جالسين ماشي خايفين من الفيروس، يعني الفيروس ضروري نخافوا منه على أساس أننا كناخدوا الاحتياطات، ولكن احنا جالسين باش نحميوا الناس على برا باش الا كان عندنا الفيروس ما ننشروش. اما الا كان عندنا الفيروس وحنا داخل البيت وما خرجناش وكان عندنا الغذاء والتغذيه السليمه وكنا في مرتاحين والصحه ديالنا مزيانه، ما غادي يدوز مره الكرام، ما غادي حتى شي تاثير. حنا جالسين في الدار باش نتحققوا واحد القيمه اللي هي بغينا الخير للاخرين. حنا ما بغيناش نجيبوا نقلوا نساهموا في انتشار الفيروس عند الناس. هذه خصنا نفسروا لوليداتنا اننا حنا جالسين باش ما ينتشرش الفيروس اكثر. ثانيا حنا جالسين لان حنا بغينا نتعاونوا جميع، دونك قيمه التعاون نتعاونوا، ماشي غير نبغيو الخير للاخر ولكن نتعاونوا على هذا الخير، يعني ان نحن كامل الوليدات الصغار والكبار ووالديهم وجدهم وديكشي كله كلنا جالسين هاد الايام. علاش؟ باش ما ينتشرش هاد الفيروس. دونك انسيستي على نقطه مهمه، التغذيه السليمه، يعني جالسين في الدار خصهم ياكلوا مزيان ويتعلموا النظافه اليدين قبل ما ياكل، كل ساعه ينوضوا يغسلوا يديهم، ماشي 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 سلوك زعما غيضرهم، بالعكس الا ولفنا هما في البيت انهم كل ساعه يغسلوا يديهم غيبقى هذا السلوك عندهم هما خارج البيت بعد نسالي نسالي ان شاء الله هذه الغمه ويمشي علينا هذا الوباء، وغادي يرجعوا الوليدات لمدرستهم يكونوا خداو دي ريفلكس وخداو واحد الطريقه في الحياه ان شاء الله.